واو، مرحبا يا شباب، كيفكم؟ شو الاخبار؟ ان شاء الله تكونوا تمام. محمد مستاي، اليوم عندنا حلقه مثل ما شايفين بدنا نعمل وجبات الاسبوع كامل. بدنا نحضرهم حوالي شي ساعه راح ياخذوا معنا، بس لحتى اورجيكم وما يكون عندكم عذر انه كيف بدي احضر وجباتي باليوم، ما بعرف كيف بدي اسويهم، كثير صعب الموضوع. راح اورجيكم بطريقه بسيطه اكلات صحيه طيبه راح تقدروا تخبوها هيك، تحطوها بعلب تخلوها بالبراد لمده اسبوع كامل وتطلعوها كل يوم تاكلوا منها. تمام، عندنا اللحم والدجاج والمعكرونه والبرجر الدجاج، وعندنا كمان الشوفان. راح نسوي اكل اليوم متنوع، تقريبا 4 وجبات باليوم راح نسويهم، فراح يكون فيها بروتين وكارب ودهون صحيه. اول شيء دائما بنبلش فيه اللي هو بياخذ وقت اطول للطبخ، يعني مثلا الدجاج بده وقت شوي لحتى يستوي، واللحمه نفس الشيء، بالاضافه للارز والمعكرونه. هذول اول شيء بنحطه له على النار، بعدين بنجهز هون الوجبات الخفيفه اللي ما بتاخذ وقت كثير وما بدها طبخ. اول شيء نجهز الدجاج، ما بنحطه بالفرن بسرعه، بنخلص منه خليه ينشوى على مهله او على الغاز الطريقة اللي بتكون اياها. بدنا نقطعه لقطع صغيرة مربعة مشان نقدر نطبخه ويستوي معنا بسرعة. بدنا نحط عليهم البهارات اللي هو شوية ملح شوية فلفل، بهارات مشكلة، توم البودرة كمان منيح، وميكس كامل. بلاهي بنحط شوية زيت زيتون قطعناه، بنحطه خليهم شوي هيك لبين ما يستووا. هلا دور اللحمة هاي البقر، قليلة الدهون قليلة الدسم، مثل ما شايفين مكتوب قليلة الدسم هون. هذا النوع اللي بياكل نقول اللحمة الحمراء، بدنا نسويها مشان نعملها مع السباجيتي ومع وجبة خاصة. بهارات اللي هي ملح، بودرة، هلا بدنا باستا نية، بدنا تقريبا حوالي شي 300 350 جرام لنقدر نسوي 600 جرام من الباستا اللي هي 3 وجبات. نحط المي السخنة فوق، لبن ما يستوي هدول خلونا نساوي سلطة الكولي سلو. كمان بدنا نضيف عليه هون، هي السلطة كتير طيبة. يوغرت قليل الدسم، حط حوالي شي 200 جرام، معلقة مايونيز صغيرة لايت مايونيز، محل ستيفيا مشان يعطيها طعم حلوة. نحط عليهم شوية ذرة كمان حلوة. دجاج نحط عليه فطر كامل، حلبة كاملة، كمان تقريبا شي 200 جرام من الذرة الحلوة. هذا السر تبع هي الأكل الفوتوتشيني أو الألفريدو اللي هي الماجي صوص، نحط عليها شوي تتبيلة الماجي، ممكن صويا صوص، بس هي أطيب، هي طعمة أطيب تاني. نحط اكثر شيء على الدجاج، نحط شوي طبعا ما بنكتر. هذا هو الصوص اللي حطيت عليها تتبيلة الماجي سوا عشان يخلطوا مع الصوص والفطر والدجاج سوا يتنكهوا مع بعض. صارت جاهزة بصفيها. هلا بدنا خبز التورتيلا الاسمر، طبعا دو اول وجبة جهزناها، بنحط على كل ساندويش مثل ما قلنا خبز التورتيلا الاسمر، بنحط تقريبا شي 150 جرام من الدجاج مع الفطر والذرة. مثل ما هي الساندويش بنحط على المقلاية مشان نسخن نكبسها كبس. بدكم اياها شوي تكون اطيب بنحط عليها جبنة الموتزاريلا، هذا اختياري طبعا، بس هي اطيب مع هي الجبنة. شوية سلطة كول سلو مشان تطلع اطيب مع الساندويش لقدام. بعد هي الساندويش بعد ما سخناه بنحاول نعطيه نكس للنص هيك. هاي الساندويش صارت جاهزة، نحطها هون مشان نعلبها لبعدين. اوه هاي اول 3 وجبات صاروا جاهزين. هلا بنجهز للوجبة اللي بعدها اللي هي اللحمة مع الخضروات. وهلا الوجبة اللي بعدها اللي هي وجبة اللحمة مع الخضروات والفاصوليا. مثل ما شفتوا جهزنا نحن اللحمة، بدنا 100 جرام من اللحمة مع كل وجبة، لحمة مفرومة ناعمة، حوالي شي 120 جرام من الفاصوليا الحمراء، شوية ذرة حلوة،
تقريبا شيء 40 جرام بس من الدره الحلوه معاهم. شو بنحط الخضروات اللي هي الفلفل الحمراء والفلفل الخضراء. اللحمه مع هي الاكله كثير طيبه، لازم تكون فلفله، ما تحطوا اي خضروات ثانيه، نصيحه مني. بدكم اياها تكون طيبه حطوا فلفله خضراء وفلفله حمراء. هلا على اللحمه ممكن تحطوا صوص اللي بدكم اياه، مايونيز خفيف او مثلا خردل شوي. نغطيهم بما انهم بردوا شوي. نحضر وجبة الدجاج اللي هي برجر الدجاج مثل هاي 75 جرام كل واحدة، بنجيبها من شركة معروفة هون بالإمارات. بدي تقريبا شي 6 قطع لأنه بدي ساوي 3 سندويشات، كل سندويش فيها 2 برجر. بالنسبة للحمة بدنا نجيب صوص الباستا اللي هو قليل بالزيوت، ما فيه دهون كتيرة، يعني صوص طماطم صوص باستا. نحط شوي ومنحركن. إذا الساندويش تبع البرجر بنحط خس، أهم شي الخس، أطيب شيء البرجر مع الخس. لا تنسوا نضيف ملعقة صغيرة من المايونيز اللايت مايونيز، ومنضيف فوق كمان شوية كاتشب ملعقة صغيرة. وهي البرجر صار جاهز. بنحط قطعة 2 3 فوق طبقة البرجر الأولى. بدنا نحط جبنة تشيدر قليلة الدهون، بنحط قطعة بقطعة كمان بقطعة، بعدين بنحط فوقهم الثلاث التانيات البرجر. نسكرها هيك. ممكن تجيبوا انتو بدال خبز التوست الاسمر ممكن خبز البرجر الاسمر اذا بتكون، كمان بيمشي الحال، بس انا بحب هذا الخبز اطيب بكتير. فمنحط هاي ساندوش واحدة، نضيف عليهم كمان شوية خضروات او سلطة، فبنضيف سلطة الكول سلو. هاي وجبة البرجر كمان صارت جاهزة. هلا جينا لوجبة الفطور اللي هي الاوفر نايت اوت. ما رح تكون طبعا بيض لانه ما فينا نسوي بيض ونخليه لكذا يوم، هو بعد ساعة بينتزع البيض. فرح يكون افضل وجبة اللي هي الاوفر نايت اوت، بنجهزها بنحطها بالبراد وتكون جاهزة. ركزوا معي منيح. اول شيء بدنا اليوغرت لو فات، بدنا نحط تقريبا شي 250 جرام من اليوغرت لو فات. نضيف عليهم سكوب بروتين باودر بطعمة الوايت تشوكليت، كل واحدة فيهم سكوب بروتين باودر وسكوب طعمته اطيب. بعدين نحط الشوفان، شي 40 جرام من الشوفان على كل وجبة. هلا بنجيب الجرانولا، طبعا هذا اختياري اذا ما بتكون سعرات اكثر فخففوا الجرانولا. انا بدي احط شوية الجرانولا بس مشان الزينة ومشان النكهة كمان تطلع اطيب. نضيف البلو بيريز، ممكن يكون مجمد او عادي، انا اللي عندي اياه مجمد ما بيأثر. حط شوية بلو بيريز. اخر شي بنحط الستروبري الفراولة. كمان هدول بنسكرهم. هاي الوجبات هيك صاروا جاهزين، ورجيكم اياهم. طيب يا حبايب القلب، وهي خلصنا كل الوجبات اليوم لاسبوع كامل، تقريبا لاسبوع. انا ما عملت بايام العطله لانه بايام العطله ممكن نحضرهم بسرعه، فمشان يكون طبعا مقبول انه نحطهم بالبراد 4 أيام بيكون مناسب، اكثر من هيك 5 أيام تمام، بس اكثر من هيك ممكن شوي الاكل ما يضل فريش او طيب لما تسخنوه، ف4 أيام بيكون مناسب. هي جهزنا ال4 أيام، نفس الطريقه بدكم تسووا لليوم الخامس، بس زودوا شوي وجبه ثانيه. وجبات متنوعة، عملنا اللحمة مع السباجيتي، وعملنا اللحمة مع الخضروات والبقوليات، بالإضافة للبرجر الدجاج وسندويشة الألفريدو اللي كتير طيبة رح تعجبكم. هي أكتر واحدة رح تعجبكم، أنا ما سويتها قبل على فكرة، بس اليوم سويتها مجانكم مع سلطة الكول السلو والأوفر نايت أوت اللي سويناها بهذه الطريقة. ممكن الوجبة العشاء تكون وجبة بيض أو أي وجبة تانية، لأنه أنا ما فيني أسوي وجبة بيض ونخليها أو نفرزها ونحطها بالبراد، ما بيصير، لأنه بتعرفوا البيض زنخ وما بيضل أصلاً. لازم نفس الدقيقة نسوي البيض وناكله، ما بيصير إنه نحطه بالبراد أو نحطه بعلب، رح تطلع ريحة زنخ ومو منيح. هذا كان كل شيء اليوم، أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لا تنسوا لايك، اشترك القناة إذا بدكم برامج غذائية مثل هيك تتعلموا أكثر. تواصل معي على الإنستغرام أو على الواتساب، الرقم موجود بصفحة الإنستغرام من بول شيك فيت. كمان في خصم تحت موجود بصندوق الوصف، خصم على الأواعي الرياضية من بول شيك فيت. أنا نزلت شوب اللي هو الموستايل ديزاين، موستايل الخاص
راح يعجبكم ان شاء الله. فممكن كمان تروحوا على الرابط تطلبوا منه وعملوا له شير للفيديو لحتى يوصل لرفقاتكم ويتعلموا بالضبط كيف يسووا اكل صحي وما يقولوا لكم انه ما عندنا وقت لنساوي اكل. هي انا سويت تقريبا لاسبوع، ممكن انهم كمان يعملوا باسهل الطرق. بشوفكم على قريب، تكير، سلام.